السلام عليكم. دلوقتي نشوف مع بعض داينامو بيحل لي مشكله الجوين في البرنامج. يعني انا لو جيت هنا كولبريت وقلت له انا عايز اعمل انترفيس تشيك، ران انترفيس تشيك بين كل الفلور والوول، ولو في كولوم في اي عناصر هقول له اوكي، جاب لي ان في حاجات كتيره كده. لو قعدت بقى تعملها مانوال هتاخد منك وقت كتير. طيب انا هقول له سبورت ويروح مصدر البروجكت 1 دوت على الديسكتوب بالشكل ده. عشان تعمل جوين هروح هنا للموديفاي واقعد اقول له بقى ايه انا عايز اعمل مثلا جوين، او عايز يعني هتاخد وقت منك ان انت تظبط، او ممكن تقعد على الوول وتقول له اتاش للتوب. طيب عايزين حاجه اوتوماتيك على طول، فاروح لمانج واقول له انا عايز اشغل الداينامو. من الداينامو هقول له ان في باكج معينه انا عايز ان انا اسطبها، فهقول له سيرش. هنا بيتصل بالسيرفر بيحاول ان هو يشوف ايه المكتبات اللي ينفع ان انت تسطبها. طيب هكتب له اسم الباكج واقول له داونلود انستول، فيبدا يسطب لي اخر اصدار موجود. طيب انا عندي مسطبه، فهاجي هنا في الباكج واقول له مانج باكج، واجي هنا على الباكج ديت اهي. كل واحدة من دول إن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله، أو هنتكلم عن الحاجات المفيدة فعلا، يعني في حاجات كتير الواحد بيجربها ويحس إنها أي كلام. طيب هقول له وريني الروت دايركتوري، المسار اللي فيه الحاجات. طيب اللي أنا بدور عليه اللي هو الإكسترا، تمام. دي كلها مكتبات كل واحدة فيهم مفيدة، كل واحد فيهم كأنك أنت سطبت برنامج جوه الريف. تاخد المسار كده كوبي، تمام، وممكن تقول له اوبن وتفتح الداينامو اللي انت عايزها. لكن الاسهل لي ان انا اقول له داينامو بلاير. داينامو بلاير يعني هدي له الحاجه هو يقول لي ايه المعلومه المطلوبه وابدا ان انا اتعامل معاه. طيب هاجي هنا اقول له انا عايز المسار دوت واقول له اهو اوكي، فيبدا يظهر لي. في حاجات كتير قوي معموله لموضوع الجوين، يعني ممكن تقول له هنا فلتر انا عايز اشوف ايه الداينامو الخاص بالجوين. زي ما انت شايف فيه يمكن 100 اداه موجوده اهوت، كل دي كانها برامج اضافت للريفت من غير ما تقل الجهاز عندك. لو قلت له جوين هتلاقي بتقول له جوين ان جوين اول ان 1، هيقدر يعمل لك جوين على طول. جوين اول ان 1 يعني مجرد تقول له جوين فعل يبدا ان هو يشتغل على موضوع الجوين. وممكن في واحد تاني توكاتوجري، يعني تقول له مثلا انا عايز كل الحوايط مع الاعمدة او كل الحوايط مع الفلور، فتبدأ تختار انت عايز ايه بالظبط. حلل لي المشكلة، تمام، يعني ده حلل لي المشكلة. طيب تعال نجرب واحد تاني، انا هقول له لا انا وجد لي المشكلة وانا عايز ايه الاقي حاجة تانية. طيب مش احنا كنا بنتكلم عن انترفيس شيك؟ اهو جوين انترفيس تشيك. طيب هقول له اوكي شغل، تمام. ما شغلش ليه؟ لان هو محتاج حاجه مني، محتاج مني انترفيس تشيك ريبورت، اديني الريبورت وانا هبدا اشتغل عليه. فاقول له خد الريبورت اهوت بس حافظ عليه اوعى تضيعه. ودي بقى اختيارات تقدر تقول له مثلا ده انا عايز انجوين موديل يس او نو كات كوماند انستنس. كل الحاجات دي تبدا ان انت تختارها وتقول له ايه شغل. هو بيحل المشكله مش مجرد ان هو بيحل التقرير. ما ممكن يدفع التقرير ويقول لك ايه اتحلت، لا هو فعلا بيحل المشكله. كولبريت، لان في بعض الادوات انا شفتها هبل، فدي لا بالتجربه كويسه، تمام. هقول له بقى هنا ايه قول واقول له اوكي، دي كل انها كله في السليم.